كل مشاهدينا وطالعين قراءة في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما منورنا ومشرفنا قناه الاهلي، استاد الاهلي. يعني النهارده يوم ما قبل مباراه الاهلي والرجاء، المباراه الهامه جدا. احنا قلنا كل مباراه الاهلي هامه جدا حتى لو مع مين، يعني بصرف النظر عن المنافس واحترامه طبعا، ده بيكون شيء كبير جدا بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي. لكن كل مباراه مهمه جدا، خصوصا ان جماهيرنا خلاص ما بتعرفش اي حاجه غير البطوله. قبل ما ندخل في تفاصيل اليوم وتفاصيل لقاء الاهلي والرجاء غدا ان شاء الله، عايز اقول لكم اخبار وعايز اقول حاجه بسرعه جدا. يعني كده انا كنت الاستوديو اللي فات لمباراه الاهلي والاتحاد تحديدا كانت معايا هنا في القناه، واحنا شفنا كلنا لقطه هشام شحاته مع وليد سليمان، وشفنا اللقطه كانت قد ايه صعبه. ففي جماهير، اولا انا بالنسبه لي الجماهير كلها هي دي الخط الاحمر اللي بالنسبه لي، لان الجماهير بعد ربنا هم اصحاب فضل في كل اللي احنا فيه. انا بكلمكم بمنتهى الامانه وبمنتهى الصراحه. فانا بالنسبه لي الجماهير ان هي تزعل مني او اي حد واحد بس من الجمهور، حريص جدا ان انا اقعد اناقشه لغايه لما اقنعه بوجهه نظري. انا لم امس جمهور نادي الاتحاد او نادي الاتحاد باي كلمه، ولا هقدر ولا هعمل كده اساسا مع اي نادي، سواء انتميت لي او ما انتميتش لي. انا قلت لكم الجماهير بالنسبه لي خط احمر ايا كان انتمائها ايه. فالناس يعني اللي فهمت الموضوع غلط او اللي قصده تفهم الموضوع غلط، انا بتكلم على فاول صعب جدا، فاول يبطل حد كوره. احنا شفنا كلنا الموقف ده، شفنا وليد سليمان متشال على النقاله، وشفنا هشام شحاته طالع على رجليه. بصرف النظر ايه اللي حصل بعد كده، انا ما شفتش في الملعب الكلام ده. احنا شفنا كلنا ان هشام خارج على رجليه، ووليد سليمان قلنا بقى انكر رجله اتكسر، جاله قطع في وتر اكيلس، جاله مش عارف ايه، جاله، لان الاصابه كانت صعبه جدا. انا اتكلمت على موقف واتكلمت على لاعب، لا اتكلمت على لون فانيلا ولا اتكلمت على جمهور ولا اتكلمت على نادي. فارجو من حضراتكم ان انا يعني انا وضحت لكم الامر، وانا مش عايز بقى حد يزايد على حبي لاي جمهور. انا قلت لكم الجماهير بالنسبه لي كلها خط احمر بالنسبه لي تحديدا، وبالنسبه لكل الناس المخلصه اللي عارفه قيمه الجمهور، اللي ملوش اي فايده في اي حاجه خالص غير ممكن حرقه الدم بس، اللي بتحرق دمه واللي بيفرح واللي بيزعل يعني، لكن ما بيستفدش اي استفاده غير ان هو بيشجع ناديه ايا كان ناديه هو مين او بيلبس فانيلا شكلها ايه. الجمهور هو الوحيد اللي بيشجع وبيحب اللعبه من اجل اللعبه. بتكلم على الجماهير الحقيقيه، مش الجماهير يعني اللي هي مش عايز اقول يعني كده، يعني الجماهير اللي هي، لا انا بتكلم على الجماهير الحقيقيه، مش الجماهير اللي بتاخد عشان تشجع وعشان يشجع لاعب معين. بتكلم على الجماهير الحقيقيه، وكل الجماهير في مصر ليها كل الاحترام. وتاني خط احمر بالنسبه لنا، لكن احنا كقناه اهلي عموما وانا تحديدا كمان، الفاول كان صعب جدا. الفاول كان حاجه مش عايز افتكره، وقلت ان هشام شحاته لعيب محترم جدا، لعيب مؤدب جدا، ما اعرفش ايه اللي حصل له. لما قلت حقد وغل، قلت حقد وغل في هذه اللقطه تحديدا، مش هو كانسان، هو انسان نظيف جدا، لكن ممكن بقى مع الماتش واللي حصل ووليد وكوع ومش كوع، لكن اللقطه نفسها في الفاول انا شفت هشام طالع على رجليه، فكان ما كانش فيه في دماغه اي حاجه خالص. شفت وليد سليمان طالع على نقاله، فكان الموضوع بالنسبه لي صعب. هاجمت اللاعب فقط، هاجمت موقف فقط، ما هاجمتش فانيلا او جماهير. كل الجماهير لها احترام وتقدير، وخصوصا كمان يعني جماهير الاتحاد السكندري اللي كان او اللي هتفت ليا في يوم الايام، وانا عمري ما بنسى اي حد يعني لعبت له او بنسى اي جمهور انا انتميت لي. ده كان للتوضيح. نروح لاخبارنا، اخبار الاهلي واخبار كمان اتحاد الكوره. يعني الكابتن عمرو ابو المجد بيوضح حقيقه تمرد الناشئ محمد عبد القادر لاعب فريق 99. كان مهم قوي برضه نتكلم في الموضوع ده. اكد الدكتور عمرو ابو المجد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ان البعض تناول مساله تمرد الناشئ محمد احمد عبد القادر لاعب فريق الشباب مواليد 99 بشكل خاطئ في وسائل الاعلام. وقال ابو المجد: للاسف ما حدث ان اللاعب رفض توقيع عقد رسمي مع الاهلي رغم الوعود التي حصل عليها من سيد عبد الحفيظ مدير الكره والكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي بتصعيده للفريق الاول، ولم يقدر اسم الاهلي. الكلام على لسان الدكتور عمرو ابو المجد، واضاف: قررت استبعاد اللاعب من استراحة النادي بعد أن تعالى على زملائه وطلب مدربه أمين عرابي عقب الهزيمة أمام طلائع الجيش بدوري الجمهورية عدم ضمه للفريق في المباراتين القادمتين. وأشار إلى أن اللاعب انقطع عن التدريبات لمدة 13 يوم كاملة، موضحا أنه علم بسفر اللاعب سرا إلى سويسرا والاختبار في فريق بازل.
واوضح ان الاهلي احال اللاعب للتحقيق لدى الشؤون القانونيه بعد تقديم مذكره رسميه من قطاع الناشئين الى رئيس النادي محمود طاهر، بجانب الاستفسار من وزاره الداخليه حول سفر اللاعب الى سويسرا في الفتره الماضيه. واكد ان الاهلي لا يقف على اي لاعب، احنا لسه بنتكلم في 99 يا دكتور عمرو، فاكيد يعني الاهلي ما بيقفش على لاعب يعني كبير، فاكيد مش هيقف على ناشئ، ولكن لا يترك حقوقه، موضحا انه تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب الشباب بقياده الكابتن حماده صدقي وطلب استبعاد اللاعب بسبب التمرد. واوضح ان اللاعب حضر الى النادي في اليومين الماضيين وطلب خوض التدريبات، ولكن الجهاز الفني اشترط مسؤوله الى التحقيق، مؤكدا الى ان اللاعب حاول خداعه بالحصول على ورقه رسميه تفيد منعه من التدريب. ده موضوع كبير، ولكنه رفض الامر تماما وطلب التزامه بالتحقيق. واكد ان والد اللاعب يجري اتصالات حاليا مع الجهاز لحل الازمه وديا وتوقيع نجله المتواجد في مصر عقد جديد والانضمام للفريق، ولكن لم يتم حسم هذا الامر بعد. ده كان اول خبر عن الدكتور عمرو بن مجد بيوضح حقيقه تمرد الناشئ محمد عبد القادر. لسه بدري قوي يا محمد، ممكن تطلع من النادي الاهلي لكن اطلع بالطرق القانونيه. انت النادي الاهلي اكيد ليه حق على كل اللعيبه اللي انتموا ليه، انت فتخيل انت ناشئ بقى لسه، يعني لسه 99 مواليد 99، فاكيد يعني النادي الاهلي مش هيقف في طريقك لو جاي لك اي عرض، وكمان ان انت تلقيت يعني وعود من الكابتن سيد او الكابتن حسام وانت عايز تحترف، خلاص احترف ربنا يكرمك، لكن بيكون بالطرق القانونيه والطرق المشروعه، خصوصا انت بتلعب في نادي يعني اي لعيب بيحلم يلعب بيه يا حبيب قلبي. ده كان اول خبر. الخبر الثاني هو كابتن ايهاب جلال مديرا فنيا لنادي انبي. مبروك عليك يا كابتن ايهاب جلال نادي انبي، مبروك على نادي انبي الكابتن ايهاب جلال. استنوا بقى انبي بثوبه الجديد، استنوا انبي منافس قوي وشرس مع هذا المدرب الجامد جدا. نادي انبي لا يستحق المكانه اللي هو فيها، اعتقد ان المسؤولين في نادي انبي يعني استشعروا خطوره الموقف، عشان كده يعني جابوا مدرب فني جامد بحجم الكابتن ايهاب جلال. الف مبروك للكابتن ايهاب جلال، نادي انبي نادي يتمنى اي مدرب ان هو يشتغل فيه. الف مبروك نادي انبي، مدرب زي الكابتن ايهاب جلال اي نادي يتمناه. مبروك للكابتن ايهاب جلال مره ثانيه ولجهازه الفني. نروح لخبر ثاني، الجبلية ترفع العقوبات السابقة ضد الأندية بعد العبور للمونديال. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رفع العقوبات التي تم توقيعها على الأندية بمناسبة التأهل إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، ونجح أحفاد الفراعنة في التأهل إلى كأس العالم بعد الفوز 2-1 على الكونغو. واستثنى قرار الجبلية العقوبات التي تم اتخاذها في حالات التزوير. طبعا أكيد. طيب خبر كويس برضو. تاني خلينا في اتحاد الكرة تاني. اتحاد الكرة لم يحسم مشاركة المحليين في كأس الأمم. منتخب المحليين موجود، منتخب المحليين مش موجود، مش عارف كابتن مين مدير الفني منتخب المحليين، لا اسم تاني، يعني منتخب المحليين تايه مش عارفين نحط راس من رجل. أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن مسألة مشاركة منتخب المحليين في بطولة أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب لم يحسم بعد، موضحا أن القرار سيكون بالإجماع خلال جلسة ستجمع أعضاء مجلس الإدارة خلال أيام. وقال سويلم أن كل الأخبار التي صدرت تفيد رفض اتحاد الكرة المشاركة في البطولة تعد اجتهادا أو اجتهادات خاصة، وأن القرار الرسمي لم يصدر بعد. يذكر أن الاتحاد الأفريقي أعلن استضافة دولة المغرب لبطولة كأس الأمم الأفريقية المحليين 2018، فيما ألمح هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة منذ أيام إلى عدم وجود نية للمشاركة في هذه البطولة. طيب أنا مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة، يا ريت يعني حد يفهمنا. يعني كابتن ثروت بيقول إن مش لسه قرار الحسم او قرار ان احنا نشارك لسه، ما المهندس هاني ابو ريده المح ان هو مش هيشارك. عموما ان شاء الله يعني يكون الخير كله في القرار القادم. طيب صالح جمعه ينتظم في مران الاهلي. انتظم صالح جمعه لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في مران الفريق، والذي اقيم مساء
مساء اليوم الاحد على ملعب تيتش بالجزيره، وغاب جمعه عن مران الفريق الصباحي امس السبت لخضوعه لبعض الفحوصات الطبيه في العين. الف سلامه عليك يا صالح. ويستعد الاهلي لمواجهه فريق الرجاء غدا ان شاء الله على ملعب السلام ضمن مؤجلات الجوله الثالثه من مسابقه الدوري العام. نفس السياق تدريبات بدنيه منفرده لاكرامي في مران الفريق. شريف اكرامي حارس مرمى الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي يؤدي تدريبات بدنيه منفرده خلال مران الفريق والذي اقيم مساء اليوم على ملعب التتش. اكرامي بيخضع لتدريبات بدنيه لليوم الثاني على التوالي بسبب شكاوى من الام في العضله الضمه. يستعد الاهلي لمواجهه الرجاء غدا الاثنين ان شاء الله. ايضا وليد سليمان لاعب الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي ادى تدريبات تاهيليه خلال مران الفريق والذي اقيم مساء اليوم الاحد على ملعب التتش بالجزيره. وتاكد غياب وليد سليمان عن لقاء فريق الرجاء بعد تعرضه للاصابه بكدمتين في الشظيه والكاحل خلال مشاركته في مباراه الاتحاد الماضيه اللي اتكلمنا عليها في اول الاستوديو. ويستضيف الاهلي الرجاء غدا باذن الله. ده كمان يبقى كده صالح جمعه منتظم في التدريبات. وليد سليمان هيغيب بكره علشان الفاول بتاع هشام. الف سلامه على وليد والف سلامه على هشام ان شاء الله يومه بالسلامه ان شاء الله. يعني مش عايزين نشوف هذه المواقف في ملاعبنا، خصوصا ان احنا يعني ناس يعني اخلاقنا بتبقى يعني بتبعد هذه المواقف او بتبعد هذه التصرفات او بتفرض علينا ان احنا نبعد هذه التصرفات عن سلوكنا الشخصي. 22 لاعب في قائمة الأهلي لمباراة الرجاء. كابتن حسام البدري المدير الفني للأهلي أعلن عن قائمة الفريق لمباراة الرجاء التي ستقام غدا الاثنين ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري. وضمت القائمة 22 لاعب كالتالي: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل في حراسة المرمى، علي معلول، رامي ربيعة، سعد سمير، محمد هاني، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومؤمن زكريا، وجونيور أجاييه، وليد أزارو، أحمد حمودي، أحمد الشيخ، محمد نجيب، كريم ندفد، وأحمد ياسر ريان، وعمرو السلية، وميدو جابر، وحسين السيد، وأكرم توفيق، وصالح جمعة.